انطلقت حملة التبرع بالدم التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة في محافظة بورسعيد، وذلك لدعم أهالي غزة في فلسطين. تأتي الفعالية بالتعاون مع مؤسسة القبائل المصرية وبنوك الدم الإقليمية ووزارة الصحة. احنا من اول ساعه دخلنا فيها والناس بدات تيجي وتقبل علشان تتبرع بالدم عندنا، ويعني دعما لاخواتنا في فلسطين. واحنا يعني هدفنا الاول يعني ان احنا نكون داعمين ليهم وان احنا نعاونهم باي حاجه نقدر عليها، وكل الناس متعاونه معانا جدا. ده وسام لينا ان احنا نتبرع لهم، ده اقل حاجه ليهم يعني، واحنا دايما مساندين ودايما فدا الناس دي، الناس المرابطه، الناس اللي ربنا كاتب عليهم العزه، اللي ان شاء الله بالنصر ان شاء الله، وربنا يسلمهم يا رب العالمين.